أنت وهي كلكم يا عبد الله يا أمة الله اتقوا ربكم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما والله يدخل أحد الجنة إلا إذا جاوز النار، من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. عندك وقاية من النار؟ لو الإنسان قيل له هالطريق ذا فيه واحد معه رصاصة أو سلاح ما قدر يمشي معه، وأنت قدامك النار وعادي تمشي، وفي عمل أهل النار وفي صفة أهل النار وفي كلام أهل النار وفي اعتقاد أهل النار، ما تخاف والله إنك جريء. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، والقلب القاسي هو اللي ما يخاف من الله ولا يرجوه. فهذا أمر لابد من التنبه له يا أخوان. ترى كلامي هذا موجه للمسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله عذاب الله شديد. هذا كلام رب العالمين، فينتبه لهذا. لا يكون الدين العوبة، لا يكون الناس يتبعون الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والليبراليين والليبراليات والمتطرفين والمتطرفات وكل هالعالم ذي، والكفرة من اليهود والنصارى وأهل الشرك وأهل الإلحاد. ترى في غزو إلحادي الآن في الإنترنت، إلحادي يخرجونكم من دينكم، هؤلاء جنود الشيطان يرسلهم عليكم. لا تصير إمعة مع الناس تتبع كل ناعك وتتبع كل فصيح. أكثر ما يضر الناس المنافقون، وإن يقولوا تسمع لقوله، فما لحد حجة على الله، حجة لله على الخلق. لا تتركون كتالوجكم لأنه الناس يصرفونكم عنه في الإعلام وفي السياسات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ويسهلون عليكم تميع الدين وإذابة الدين والترخص. يمشي الواحد يسعر على 50 عالم حتى يجد رخصة. العلماء الفقهاء فقهاء الملة يقولون من تتبع الرخص زندق، يعني خرج من الدين. لأن حقيقة متتبع الرخص أنه يتبع هواه فيريد فتوى توافق هواه بزعم أنه يتحلل من الإثم والعقوبة، مثل ما يقولون العوام اجعل بينك وبين النار مطوع. مو بصحيح، ما تسأل إلا ثقة عندك. لو كان عندك مشكلة دنيوية تريد مخرج منها ما تسأل إلا ثقة. فكيف الدين؟ الدين أعظم، الدين هو وسيلتك لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فينتبه لهذا الأمر ولا يجعل الدين لعبة يتلاعب به، إما في الرؤى ولا في التصوير ولا في كذا ولا في كذا ولا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في كذا ولا في كذا. ويبدأ الإنسان يفتي نفسه أو يذهب إلى واحد أرذل منه ليفتيه حتى يجد مساغا وتبريرا لهواه فقط لا غير لا أكثر. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى فإن الجنة المأوى. حدد مستقبل. أما أن الإنسان يكون إمعة مع الناس ولا يهمه المستقبل، يأتيها الأجل وهو غافل مدبر، ويقتدي بمن لا يصح القدوة فيه، يقتدي بأهل الأهواء بأهل الضلال بأهل الشبه بالجهال بدعاة الإلحاد بكذا بكذا. الدين علاقتك بالله جل وعلا، أحسنها. فإلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا الإخلاص لوجهك سبحانك ما نأتي وما نذر، وفقنا لحسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في كل أمر، واجعلنا مباركين أينما كنا، أئمة المتقين إلى آخر الدهر. نسأل الله تعالى أن يمن بالإخلاص والتسديد والإعانة والتوفيق والتثبيت وحسن الختام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.